العنصرية هي الاعتقاد بأن البشرية مقسمة إلى أعراق وأن كاين شي عرق متفوق على الآخر. هي شكل من أشكال عدم التسامح اللي كيرتكز على التمييز على أساس الاختلافات الجسدية مثل لون البشرة وملامح الوجه والشعر وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية. كراهية الأجانب كتجلى في الخوف، الكراهية، العداء أو عدم قبول الغرباء. غالباً ما كتدخل العنصرية وكراهية الأجانب، ولكن رغم مختلفين وللأسف ما زالين منتشرين في الحياة اليومية وحاضرين في الوعي الجماعي. هاد المفاهيم بجوج كيستندوا على تحيزات وصور نمطية تجاه الأشخاص المختلفين، ويمكن ياخذوا مظاهر عنيفة أو عدوانية أو إهانات تجاههم، كما أن النساء أكثر عرضة لهذه الإيماءات. يمكن أيضاً التعبير عليهم من خلال استخدام مصطلحات غير لائقة أو حتى في تصرفات يومية، في حال ما تجلش بجانب شخص أسود البشرة في وسائل النقل العمومي أو لا تبدل الطريق ملي تقابل شخص أجنبي في الشارع. كاين اللي كيرفض رعاية مرأة من لون مختلف في المستشفى أو قبول طفلها في المدرسة. كاين شي ناس كيرفضوا يكونوا أشخاص أجانب جيرانهم أو مستأجرين عندهم. التمييز كيستند على وجه التحديد على هاد المعاملة التفضيلية للأشخاص لأسباب مثل العرق، لون البشرة، الأصل أو الجنس. هاد التمييز كيتعاقب عليه بالسجن حتى العامين بموجب القانون الجنائي المغربي، والدستور كينص على ارتباط الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ومبادئ المساواة وعدم التمييز. كما أن المغرب من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ما كاينش أعراق أو اختلافات في البشرية على أساس لون البشرة، ما كاينش ناس أحسن من غيرهم، إحنا جميع تنتمي لكائن واحد، كلنا بشر وكلنا عندنا نفس الحقوق اللي تتحمينا.